تحت الضغط. محمد عصام وكرولو السامح، كرولو السامح ومحمد عصام. محمد عصام هتبتدي انت الاول، كرولو اتفضل عند سليم، هتسمع اغنيه وترجع ليها تاني. محمد عصام تعالى مكاني. عارف انت تحت الضغط، كل نقطه هتفرق، عايزين نحسن السكور، اتفقنا؟ وعايز الاجابات بصوت واضح عشان اعرف اقول لك صح ولا غلط. كرولو السامح اخباره ايه؟ تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة تركيا؟ دينار. غلط. مصير صرصار هي مسرحية الأديب مصري راحل. في الحكيمة. صح. من هو الحاكم المغولي الذي قضى على الخلافة العباسية في بغداد؟ هولاكو. صح. فنانة قامت بدور هيام في فيلم فتاة المصنع، فمن هي؟ غلط. كم عدد حروف كلمة الفلسفة؟ 7. صح. كم عدد كواكب المجموعة الشمسية التي ليس لها أقمار؟ 2. صح. في عهد أي رئيس مصري تم افتتاح استاد القاهرة الدولي؟ جمال عبد الناصر. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مقدونيا الشمالية؟ جمهوري. صح. بياعين الصبر هي أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ شيرين. صح. ما هو أكثر أندية حصولا على الدوري البرتغالي؟ ريال مدريد. كرة قدم. دوري البرتغالي. بس برافو عليك، برافو عليك محمد عصام، برافو، برافو عليك، برافو محمد، ارجع مكانك. لا كويس جدا، كويس جدا جدا. سليم عايزين كرولوس ينضم لينا. شفت 7 من كام؟ من 10. برافو عليك، برافو عليك. بالعكس انت حطيت كرولوس في موقف صعب دلوقتي. كرولوس بقى تحت الضغط بجد. عايز تعرف كم اجابه ولا لا؟ لا. بس هقول لك معلومه مهمه، انا قلت 10 اسئله كاملين. تحت الضغط كاونتر. ما هي العمله الرسميه لدوله تركيا؟ ليره. صح. مصير صرصار هي مسرحيه الاديب مصري راحل. توفيق الحكيم. صح. من هو الحاكم المغولي الذي قضى على الخلافه العباسيه في بغداد؟ باص. فنانه قامت بدور هيام في فيلم فتاه المصنع، فمن هي؟ ياسمين رئيس. صح. كم عدد حروف كلمه الفلسفه؟ 7. صح. كم عدد كواكب المجموعة الشمسية التي ليس لها أقمار؟ 3. غلط. في عهد أي رئيس مصري تم افتتاح استاد القاهرة الدولي؟ عبد الناصر. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مقدونيا الشمالية؟ جمهوري. صح. بياعين الصبر هي أغنية فنانة مصرية، فمن هي؟ نجات. غلط. ما هو أكثر أندية حصولا على الدوري البرتغالي لكرة القدم؟ غلط. تعالى. فرقت معاك يا كرولوس على سؤال واحد بس. طب قريبة. طبعا قريبة. 7 إجابات صحيحة، 6 إجابات صحيحة، وروح رياضية جميلة. تعالوا نشوف السؤال الوحيد اللي ما تجاوبش. ما هو أكثر الأندية حصولا على الدوري البرتغالي؟ بنفيكا. طبعا بنفيكا. هارد لك. كلنا حي محمد عصام وكرولوس، كرولوس ومحمد عصام، تفضلوا. النتيجة اتغيرت. محمد عصام استفدت ب 15 نقطة. الحمد لله. حسنوا السكور شوية. كنتوا كام؟ 20. 20 و7 إجابات صحيحة. 35. 35 و10 نقط هدية. 45. بقيتوا كام؟ 65. 65 منية المرشد. كرولوس كنتوا كام؟ 120. وكم إجابة صح؟ 6. 6 ب 30 نقطة، بقيتوا 150. طبعاً الفقرة اللي جاية لو كسبتوا ضربات الجزاء المباراة اتحسبت، فرصتكم الوحيدة ان انتوا تكسبوا 25 نقطة اللي جايين. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.